تنتمي فعالية الطبعة الخامسة من مهرجان إقليميم للشعر، تظاهرة سنوية تحرص على تنظيمها جمعية أدوار للمسرح الحر في إطار التنشيط الثقافي بالمنطقة، دورة تحتفي بالمبدعين المحليين. وفي المتابعة حافظ محضار محمد الرزي ودحمان بيريس. أمسية أدبية ختامية تتوج فعالية خامس محطات مهرجان إقليميم للشعر الذي يعد موعدا ثقافيا سنويا للاحتفاء بإبداعات العديد من مواهب المنطقة، خاصة ممن لهم بصمتهم في الكتابة الشعرية. القائمون على هذا الحدث الثقافي وقع اختيارهم هذه الدورة على الشاعرة خديجة بلوش ابنة بلدة بوزكان التي تعد من نساء المنطقة العصاميات القلائل التي أبدعن في مجال الكتابة الشعرية. المهرجان هذه السنة اختار تتويج الشاعرة خديجة بلوش، شاعرة عصامية أمازيغية في بيئة محافظة، استطاعت أن تخلق الحدث بكتاباتها الجريئة، واستطاعت أن تبني عالما مفارقا للواقع الذي تعيش فيه، وأن تؤسس لرؤية شعرية تمتح فيها من مأساتها ومن معاناتها، وبالتالي معاناة العالم الذي تعيشه. جمعية أدوار للمسرح يعني هذا ليس بشيء غريب عليها، يعني دائما عودتنا على أن تحتفي بالشاعر وبالمبدع وبالفنان. يعني هذا الاحتفاء في هذه الفترة بالذات يعني أعتز به كثيرا، أعتز به أي اعتزاز. هذا اعتراف لي كامرأة من الجنوب، اعتراف بإبداعي واعتراف بوجودي كامرأة ومبدعة وفنانة. هذه التظاهرة الثقافية السنوية وبالإضافة إلى احتفائها بالأسماء المبدعة محليا تشكل أيضا فرصة سانحة لتقديم جديد الإبداعات الشعرية لعديد المواهب، وما جدت بها قرائحها أمام حضور وازن من محبي الكلم المقفى. حين يربط الشعر بالمرأة وحين يكون التأنيث مفتاحا له، أنا أستعمل هذه القولة اقتباسا من أهل التصوف: كل شعر لا يؤنث لا يعول عليه. ومن ثمة حضور المرأة بعمق وتكريمها بجلال والاستماع إليها بجمال، هذه قضية شعرية بامتياز، بل هو احتفاء حقيقي بالمرأة خاصة عند أهل الصحراء والبيضان، لأن المرأة هي أساس كل حضور فاعل وجمعوي فاعل وجمعي بالنسبة للصحراء. إذا استثنينا فيها المرأة قد تتصحر الصحراء. تظاهرة إبداعية هي إذن للاحتفاء بالشعر والشعراء المواهب بالمنطقة، مناسبة كذلك لبسط نقاش أكاديمي في العديد من القضايا الأدبية الراهنة، حيث شكل موضوع الشعر وعنف العالم المحور الأساسي لدورة هذه السنة.